أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الكلمة الطيبة صدقة. نحن في شهر رمضان ونحتاج إلى الكلمة الطيبة. نعم، في شهر رمضان وفي كل وقت وحين الله سبحانه وتعالى جعل الكلمة الطيبة صدقة. يا جماعة، ما أحوجنا في هذا التوقيت الذي نحياه أن ننشر الكلام الحسن، أن ننشر الكلام الطيب، ألا يسيء بعضنا إلى بعض. ربنا سبحانه وتعالى ينده علينا ويقول وقولوا للناس حسنا. خلي كلامك كله طيب، خلي كلامك كله حسن، اوعى توجع حد، اوعى تقول كلمة تكون سبب في إزاء حد. ده ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا ويقول ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. عارف حضرتك لما تقول كلمة طيبة لزوجتك، لابنك، لجارك، لصاحبك، حتى للي انت مزعله أو للي زعلان منك، مشاكل كتير قوي هتتحل. ربنا يقول لنا كده، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة مالها؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كلما يتذكر الكلمة الطيبة التي قلتها له دائما يذكرك بالخير، دائما يستبشر، دائما يفرح ولا ينساها لك. يقول في ذات يوم من الأيام قال لي كذا وسأل عني وكلمني بكلمة طيبة. يا جماعة، احنا محتاجين نطهر اللسان من البذاءة، من الوقاحة، من الشتائم، من الغيبة، من النميمة. هذا اللسان سنحاسب يوم القيامة في كل ما نقول. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة، كلمة يا جماعة خلي بالك، من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بال، ترفعه في الجنة أعالي الدرجات. والناحية الثانية، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، تهوي به في النار 70 خريفا. عايزك تخلي بالك من كلامك، تركز في كلامك. الكلمة التي سأقولها نافعة أم ضارة، صالحة أم غير صالحة، هتنفع ولا هتضر. يا جماعة، ده الزواج كلمة، والطلاق كلمة، الشهادة كلمة، الكفر كلمة. يلا نركز في كل كلمة نقولها عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا. ده الكلمة الطيبة حينما تقولها هي بمثابة الصدقة. احذر أن تسخر بأحد أو أن تسخر من أحد. يا جماعة، وإحنا في شهر رمضان فرصة ندرب اللسان حتى على المسيء. إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وليسعك بيت، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.